أنسام حي الحسين هلت، وفي ليالي رمضان حي الحسين لطعم وشكل تاني، بهجة وفرحة في كل مكان. كفاية بس إنك تكون ما بين مسجد الحسين والجامع الأزهر. رحلتنا النهاردة هتكون في دهاليز ودروب حي الحسين في رمضان، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبتدي رحلتنا النهاردة وإحنا موجودين في شارع الأزهر، وقدامنا الجامع الأزهر، ورانا مسجد الإمام الحسين، وحندخل بقى نتفرج على دهاليز ودروب حي الحسين في ليالي رمضان الجميلة. زي ما انتوا شايفين هتلاقوا مجموعة كبيرة جدا من الأسر المصرية اللي بتحب إن هي تتفسح وتتمشى في رحاب مسجد سيدنا الحسين اللي موجود قدامكم دلوقتي، وده شارع المشهد الحسيني، ومجموعة كبيرة من المطاعم والكافيهات المنتشرة في المنطقة اللي احنا موجودين فيها، واللي زي ما بقول لكم بتجمع عدد كبير من العائلات المصرية وكمان عدد كبير من السياح اللي بيزوروا مصر وبيستمتعوا بزيارتهم لمنطقة الحسين والمناطق الأثرية الإسلامية اللي بتنتشر في المنطقة هنا. ده يمكن مدخل خان الخليلي اللي بتدخله من عند شارع المشهد الحسيني قدام مسجد الإمام الحسين مباشرة، واحنا دلوقتي بالفعل في شارع المشهد الحسيني اللي موجود فيها عدد كبير جدا من المحلات اللي بتبيع التذكارات وبتبيع الهدايا اللي بترجم رحلتك داخل حي الحسين وداخل وما بين الآثار الإسلامية الرائعة اللي بتميز مصر. زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي كمان موجودين في شارع حسن العدوي، موجود فيه مجموعة كبيرة من الناس اللي بيبيعوا الحمص والحلويات اللي ممكن تشتريها وانت بتزور حي الحسين وبتزور مسجد الإمام الحسين. عارفين طبعا ان في عدد كبير من المصريين بيجوا لمسجد الإمام الحسين اللي موجود قدامكم دلوقتي واللي احنا بقينا موجودين في الساحة بتاعته، بيحبوا ان هم يجوا من محافظات مصر كلها ويزوروا مسجد الإمام الحسين ويزوروا الجامع الأزهر ويزوروا منطقة الحسين بشكل عام، ويزوروا منطقة الجمالية وحي السيدة زينب ومسجد السيدة زينب. دي باب الفرج اللي موجود، وده باب من أبواب مسجد الإمام الحسين، وآدي مأذنة مسجد الحسين الجميلة اللي بعد التطوير أصبح من المساجد الرائعة جدا في مصر، أدعوكم أنكم تزوروه. يمكن هما في ليالي رمضان فاتحين الساحة دي، الناس بقى بتستمتع بوجودها داخل ساحة حي أو مسجد الإمام الحسين، تفرجوا كده على الناس بتستمتع بليلة من ليالي رمضان الرائعة جدا. وحي الحسين واحد من أشهر الأحياء في مصر، مش بس بالنسبة للمصريين لكن كمان بالنسبة لكل اللي بيزور مصر، سواء كانوا أجانب أو من البلاد العربية أو حتى من البلاد الأسيوية المنتشرة في بقاع الأرض كلها. لما بيجوا مصر أكيد بيحبوا إن هم يزوروا الحسين وبيزوروا الجامع الأزهر وبيزوروا المناطق الأثرية اللي موجودة في مصر بشكل عام. يعني من الأحياء الجميلة جدا إنك تزورها في رمضان، تقضي ليلة بعد ما تصلي العشاء والتراويح في الحسين أو الأزهر. مكان هنا ليه ريحة مميزة ويمكن روح مختلفة عن أي مكان في مصر، وده طبعا بسبب ان الحسين في عدد كبير من المعالم الأثرية الإسلامية القديمة وكمان مجموعة كبيرة من الآثار الفاطمية. زي ما انتم شايفين احنا بنستعرض كده شكل مسجد الإمام الحسين اللي موجود قدامكم دلوقتي. يمكن اللوحة دي كان مكتوب عليها ميدان الإمام الحسين، الجزء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، ودي الساحة اللي موجودة قدام المسجد بشكل عام. زي ما بقول لكم كده المصريين بشكل عام والأجانب بيستمتعوا بزيارتهم لمنطقة الحسين. احنا قدامنا واحد بقى من الناس كده اللي بيصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا كده. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حي الحسين من أقدم أحياء القاهرة وبيمتد تاريخه لنشأة القاهرة نفسها في العصر الفاطمي. زي ما انتم شايفين كده في مكتبة موجودة قدام مسجد الإمام الحسين، برضو لو كنت بتحب القراية هتلاقي مجموعة كبيرة من الكتب الدينية اللي ممكن تشبع هوايتك وتشبع فضولك للقراية ولمعرفة الفقه والتاريخ الإسلامي. احنا لسه ما زلنا بنتجول داخل ساحة مسجد الإمام الحسين، وزي ما انتم شايفين الناس مستمتعة بزيارتها للمنطقة اللي احنا موجودين فيها. موجود كده نموذج او مجسم كده لإبلة موجودة في الساحة، وزي ما انتم شايفين كده الطفل الجميل ده بيتصور ويستمتع بزيارته للمنطقة هنا.
خرجنا كده بره الساحه وموجودين قدام مسجد الامام الحسين زي ما انتم شايفين، نتفرج على المأذنه اللي موجوده، وما زلنا في شارع حسن العدوي بنتفرج على الجزء او محيط مسجد الامام الحسين، وازاي الناس بيقضوا ليلتهم الرمضانيه بعد ما صلوا العشاء والتراويح. طبعا في كل رحلاتي بحب اذكر ان الغرض الاساسي من شهر رمضان هو العبادة، هو قراءة القرآن، هو الدعاء، هو الصلاة، هو الصدقة، هو الزكاة. يعني بصراحة مهم جدا ان احنا نعرف الغرض الاساسي، ولكن ما يمنعش ان احنا نفرح عيلتنا وولادنا وحبايبنا بزيارة الأماكن والمناطق والآثار الإسلامية اللي منتشرة في مصر في جميع الأماكن، نتفرج عليها ونتعرف عليها ونتعرف على تاريخها ونشوف جدودنا عملوا إيه في مصر الحبيبة. احنا ما زلنا بنتمشى كده في دروب ودهاليز حي الحسين وحوالين مسجد الإمام الحسين، وحنروح في أماكن كتيرة خلال زيارتنا ورحلتنا النهاردة. زي ما انتم شايفين بيحاولوا ان هم برضو يقعدوا جزء من الناس كده على المطاعم اللي موجودة هنا، انت ممكن هنا تيجي تفطر وممكن هنا تيجي تتسحر كمان في رحلتك الجميلة جدا داخل حي الحسين. نرجعنا تاني لشارع المشهد الحسيني، شايفين بقى الأنوار والزينة، واللي يعني اللي يعني الزينة الأكبر هو مسجد الإمام الحسين. زي ما انتم شايفين احنا بنتمشى كده داخل شارع المشهد الحسيني، تلاقوا مجموعة كبيرة من الناس اللي بيبيعوا العطور وبيبيعوا البخور وبيبيعوا السبح. ممكن هنا تقدر ان انت تشتري تذكار زي ما بقول لكم كده، يبسطك ويبسط ولادك ويبسط عيلتك وحبايبك في خلال شهر رمضان. يعني زي ما انتم شايفين المكان هنا مليان بهجة وفرحة وحب ودفى، زينة وفوانيس وأنوار في كل حتة. في ليالي رمضان بيتملي الحسين بالإنشاد الديني في رحاب مسجد الحسين، مجموعة كبيرة بقى من الندوات اللي بتتعمل والحلقات اللي بتكون في مسجد الحسين والجامع الأزهر. لكن زي ما انتم شايفين الحسين بالاماكن اللي بتظهر فيها روح رمضان يعني بوضوح تام، زي ما انتم شايفين ده في الفطار والسحور واللي ما بينهم. عشان كده ما تلاقيش يعني زي ما انتم شايفين زحمه كبيره جدا، وما تلاقيش موضع لقدم طول ايام شهر رمضان من قبل الفطار بعدد من الساعات ولغايه اذان المغرب، وبعد كده بقى من بعد اذان المغرب لغايه السحور وبعد صلاه الفجر. يعني إذا كانت مصر المحروسة معروفة في الشرق بأنها أم الدنيا، فقلب مصر زي ما انتم شايفين بينبض في حي الحسين والأحياء القديمة اللي موجودة في مصر زي حي السيدة وحي الجمالية وحي عابدين. صراحة من الأحياء الجميلة جدا اللي أدعوكم كلكم لكم تزوروها في كل أوقات السنة، طبعا في خلال شهر رمضان بتزداد حلاوة وجمال. دخلنا كده من خان من الخانات الجانبية كده من شارع المشهد الحسيني، وهو خان جعفر من الخانات المشهورة جدا، واللي برضو لو دخلت منه هيوصلك على شارع المعز، برضو حارة من حارات خان جعفر. رجع تاني من خلال خان جعفر وحنطلع على مسجد الإمام الحسين، وحنمشي مرة تانية داخل شارع المشهد الحسيني. زي ما بقول لكم الخان ده لو دخلت منه كده ودخلت في دروبه ودهاليزه هتروح على شارع المعز. زي ما انتم شايفين مجموعة كبيرة بقى من التذكارات من اللي موجودة واللي ممكن تشتريها وانت بتزور منطقة الحسين. يعني عايز اقول لكم ان الحي هنا شهرته جت من مسجد الامام الحسين، وهو مش بس حي قديم زي احياء بتحيط بيه زي الجمالية والبطنية والضرب الاحمر والغورية والقلعة، لكنه مزيج مختلف من التاريخ. يعني حي الحسين بيمثل الذاكرة المصرية لحضارات وأحداث مرت وتركت بصمتها في المكان اللي احنا موجودين فيه، وما بين أهل مصر الطيبين وما بين الزينة والفوانيس في ليالي رمضان. أكيد هتستمتع بزيارتك لحي الحسين. حي هنا يعني زي ما انتم شايفين مازال بيفوح بالنكهة المصرية في بساطتها. هنا بتلاقي بقى كل الفنون الشعبية، الخياطة والنقش على النحاس والإزاز الملون، وزي ما انتم شايفين هنا بيختلط الأغنياء والفقراء، هنا بيختلط المصريين والأجانب، هنا بيختلط العرب مع الأسيويين، وكل اللي بيحب انه يزور مصر بيحب جدا انه يزور، زي ما بيحب يزور الأهرامات ويزور الأقصر وأسوان ويزور الآثار الفرعونية، كمان بيحبوا ان هم ييجوا هنا ويزوروا خان الخليل ويزوروا حي الحسين ويشتروا مجموعة من التذكارات ويتفرجوا على الآثار الإسلامية اللي بتميز مصر والمسلمين بصفة عامة. احنا
موجودين دلوقتي في شارع جوهر القائد من الشوارع بقى التجارية اللي مشهورة في حي الحسين، واللي موجود فيها عدد كبير جدا من المحلات اللي بتلاقي فيها كل حاجة. أنا كنت في نهاية شارع جوهر القائد، ده شارع المعز لدين الله الفاطمي اللي انتوا شايفينه دلوقتي، في واحد كده من السوريين اللي موجودين ومصر بتحتضنه وبيبيع العرقسوس بصراحة بشكل جميل جدا ونظيف جدا. احنا بنستعرض كده شكل شارع جوهر القائد وشكل تقاطع شارع المعز لدين الله الفاطمي مع شارع جوهر القائد، بنتفرج كده على المحلات والزينة والأنوار اللي مالية كل مكان في حي الحسين، حاجة بصراحة رائعة جدا، ومش هتحس بالروعة دي إلا لو زرت المكان ده في ليالي شهر رمضان، وزي ما بقول لكم حتى في أيام السنة كلها المكان ده بيكون رائع بشكل كبير. اتفرجوا واستمتعوا، يعني رغم ان انا بتكلم بحاول اشرح لكم اجواء المكان ده، لكن بصراحة المكان زي ما بقول لكم رائع بشكل أكبر بكتير من كل الكلام اللي أنا ممكن أقوله عليه. المكان هنا طول السنة زحمة وحركة غير عادية، لكن في رمضان زي ما أنتوا شايفين النشاط والحركة مختلفة، ومفيش مكان بيشبه الليالي الرمضانية في غير يعني بيشبهها زي حي الحسين. حي السيدة زينب مميز جدا، شارع المعز مميز جدا، لكن حي الحسين بخان الخليلي بشارع جوهر القائد بدروب ودهاليز حي الحسين هتكتشف انه مختلف عن كل الاماكن اللي انا لسه قايلها دلوقتي. مليان بالقهاوي الشعبية والمطاعم، كمان بيضم اسواق قديمة للعطارة والتوابل والصابون والعطور والنحاس. فحي الحسين ممكن نقول انه هو الحي اللي بيصنع البهجة للمصريين في رمضان، يعني وزي ما بقول لكم حي الحسين بيجمع المصريين في رمضان بكل طبقاتهم. ما زلنا بنتجول داخل شارع جوهر القائد وبنتفرج على الحارة جوه حارة وشارع جوه شارع، وكل الشوارع مليانة بالأنوار، مليانة بالبهجة، مليانة بالفرحة، مليانة بالحب والدفى، مليانة بترابط المصريين بكل طبقاتهم المختلفة. هتلاقوا ان هم بيحبوا جدا يكونوا في لوحمة كده وقريبين من بعض داخل حي الحسين. زي ما انتم شايفين الزينة اللي مالية كل الأماكن، زي ما انتم شايفين الناس اللي بيستمتعوا بقعدتهم في بعض المطاعم اللي موجودة، وادي فطاطر الحسين اللي موجودة على ايدينا اليمين، زي ما انتم شايفين الشارع ده هيطلعنا تاني على شارع الأزهر. فطاطر الحسين اهو موجود في شارع من الشوارع اللي بتميز حي الحسين. وكل الزوار اللي بيشدوا الرحال من محافظات مصر بيحبوا ان هم يزوروا المنطقة هنا ويزوروا مسجد الإمام الحسين، بيستمتعوا بروحانيات المكان وبيستمتعوا بجو ليالي رمضان. أطفال وبنات وستات ورجالة بيزوروا يتبسطوا بليلة من ليالي رمضان الممتعة في رحاب سيدنا الحسين. عايز اقول لكم ان مسجد سيدنا الحسين اللي شفناه من شوية صغيرين تاريخه بيرجع للعصر الفاطمي، واتبنى سنة 1154، وموجود في المسجد ثلاث ابواب، ويمكن الامام الحسين استشهد في كربلاء، وجوه المسجد حجرة صغيرة كده بيعتقد ان هي بتضم عدد من الاثار النبوية، سيف الرسول وخصلة من شعره وحاجات تانية كتير. يعني عايز برضو كل اللي بيزور حسين بيحرص انه يتمشى ويتجول في حواري الحي وفي دروب الحي، وممكن يشتري بعض الحاجات اللي محيطة بيك في كل مكان، سواء كانت حاجات او اثار فرعونية او تذكارات فرعونية او تذكارات اسلامية او حتى ملابس ومجموعة كبيرة من اللوحات ومجموعة كبيرة من العطور زي ما بقول لكم والصابون، حاجات وسجاجيد الصلاة والمصاحف، حاجات تانية كتير جدا منتشرة هنا. احنا خرجنا كده على شارع الأزهر وانتقلنا الناحية التانية عن طريق النفق اللي كان باين قدامكم، وقدامنا كده الجامع الأزهر، يعني الجامع اللي يعتبر أهم مسجد في مصر على الإطلاق، واللي هو يعتبر جامع وجامعة في نفس الوقت. دي المنطقة المحيطة بالجامع الأزهر، وده شكل تصميم الجامع الأزهر الرائع اللي موجود
قدام او زي ما عدينا كده قدام المسجد الامام الحسين، وبنتمشى كده الشارع ده اسمه شارع الجامع الازهر. الشارع ده من ورا كده بيدخلنا على شارع محمد عبده وبيدخلنا على حي المطنيه. دخلنا بالفعل كده على الجامع الازهر من الداخل، وهندخل نتفرج كده على صلاه التراويح اللي الناس بيصلوها في امن وامان وطمانينه وروحانيات رائعه جدا في الجامع الازهر. وزي ما بقول لكم بيختلط المصريين هنا بالجاليات الأجنبية اللي موجودة، طبعا الجاليات الإسلامية اللي موجودة من باكستان، اللي موجودة من عدد كبير جدا من البلاد الآسيوية اللي بتحب إن هي تزور مصر، وبالذات في شهر رمضان، وبيصلوا صلاة العشاء وصلاة التراويح وصلاة التهجد في العشر الأواخر داخل مساجد مصر الأثرية، سواء كان مسجد الإمام الحسين أو الجامع الأزهر. واللي احنا موجودين بالفعل داخل ساحة الجامع الأزهر، وحندخل نتفرج كده على الناس اللي بتصلي بالفعل صلاة التراويح داخل المسجد. المسجد اللي احنا جواه دلوقتي زي ما بقول لكم من شويه هو يعتبر من اهم مساجد مصر، بل يعتبر هو اهم مساجد مصر، وهو كان واحد من معاقل نشر وتعليم الاسلام عبر العصور، جزء طبعا من مؤسسة الأزهر الشريف، واتبنى في بدايات عهد الدولة الفاطمية في مصر، وكان اسمه الأول جامع القاهرة، ويعتبر أقدم أثر فاطمي قائم بمصر، وتسمى الأزهر على الأغلب تيمنا بفاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين الناس بتصلي صلاة التراويح في هدوء وخشوع وسكينة داخل الجامع الأزهر وفي أروقة حي الحسين الرائع جدا. المسجد هنا يعتبر تاني أقدم جامعة قائمة بشكل مستمر بعد جامعة القرويين، وكان الجامع الأزهر هو الأول في مصر في تأديد دور المدارس والمعاهد النظامية. أنا بالفعل كده من ساحة الجامع الأزهر داخل كده وأنا ماشي على رجلي داخل الجامع الأزهر، وحندخل بقى نتفرج على شكل الجامع من الداخل، شكل العواميد اللي مالية الجامع واللي كانت بتميز الطراز البنى في الفترة السابقة، كان عدد كبير جدا، تلاقي عدد كبير جدا من العواميد داخل المسجد. شايفين الناس بتصلي وبتستمتع بليلة رمضانية داخل الجامع الأزهر. ولقد جاءت رسل جامع الأزهر في رمضان بيصلي التراويح 20 ركعة بجزء كامل يوميا. موجود بقى خلال اليوم داخل الجامع الأزهر مقارئ ودرس اسمه درس الظهر وملتقى اسمه ملتقى العصر، طبعا صلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة التهجد. ويعني زي ما احنا في رمضان فالجامع الأزهر افتتح في شهر رمضان سنة 971 ميلادية، زي ما قلت لكم هو للعبادة والعلم، وهو بالفعل منذ نشأة الجامع وهو بيطلق عليه الجامع والجامعة. اتفرجوا كده على صلاة التراويح داخل الجامع الأزهر، وأدعوكم زي ما هتزوروا مسجد الإمام الحسين لازم تزوروا الجامع الأزهر وتنتقلوا للجانب الآخر كده وتصلوا صلاة التراويح. ويمكن الجامع الأزهر بيصلي صلاة التراويح أظن بقراية ورش عن نافع، كمان من القرايات المشهورة للقرآن الكريم. احنا ما زلنا في الجامع الازهر وهنخرج منه، بالفعل خرجنا نتفرج برضو على شكل الجامع الازهر وشكل الشوارع المحيطة بالجامع الازهر. وزي ما قلت من شوية كل اللي بيزور الحسين يعني بيحرص ان هو يتمشى في الشوارع اللي انتوا شايفينها ويتسوق ويشتري مجموعة كبيرة من التذكرات. طبعا اسعار الحاجة هنا هتبقى ارخص من اماكن كتيرة تانية، بالذات في الحاجات المنتجات الاسلامية، سجاجيد الصلاة والسبح والمصاحف اسعارها ارخص بكتير من اماكن تانية في مصر. كمان بيميز المنطقة هنا المشغوليات اليدوية والانتيكات القديمة، واللي معظم الحاجات دي معمول بشكل يدوي ومعمول بحب ويعني وجمال وروعة وبهجة. احنا ما زلنا بنتمشى كده في شارع جامع الازهر، وعلى شمالنا الجامع الازهر، والشارع اللي هيقاطعنا يميننا وشمالنا ده هو شارع محمد عبده اللي احنا دخلنا منه بقى ووصلنا لمحيط بيت زينب خاتون. ويعني
يعني لازم تزور الأماكن دي، وهي من الأماكن المهمة المحيطة بحي الحسين. احنا نعتبر خلف الجامع الأزهر، والبيت اللي قدامكم ده هو بيت زينب خاتون، والمنطقة اللي احنا فيها دلوقتي دي مليانة بالبيوت الأثرية، بيت زينب خاتون وبيت الست وسيلة وبيت الهراوي وبيت العيني اللي موجود قدامكم دلوقتي ده. ويعني زي ما بقول لكم كده، المنطقة دي مليانة بالبهجة والجمال اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي. بيت الهراوي هو اللي موجود في وشكم مباشرة، وجنبيه مباشرة بيت ست وسيل. يمكن المنطقة دي انا كنت صورتها قبل كده في حلقة البطنية، ممكن تسترجعها وتتفرج عليها، وصورت بيت الست وسيلة من الداخل وتفرجنا عليه بشكل موسع. لكن هنا انت ممكن تيجي تفطر وممكن تيجي تتسحر. اسعار المنطقة هنا يعني كويسة، مش غالية بشكل كبير، لكن زي ما انت شايف انت هتحس بجمال وروعه مش طبيعيه، هتحس بجو مش طبيعي. والله صدقوني انا حاسس وانا بصور ببهجه وحب ودفء كده وطمانينه مش طبيعيه وانا قاعد في المنطقه اللي موجوده قدامكم. يعني الفطار والسحور هنا هيبقى ممتع ورائع جدا وسط الاثار والتاريخ والعراقه اللي بتميز مصر. بتوصل للمكان هنا لو بتدخل من جانب الجامع الازهر، من شارع الازهر، بتدخل شمال وتمشي على طول وبعدين يمين هتلاقي نفسك هنا، او تدخل من عند مستشفى الحسين الجامعي وتدخل يمين من شارع محمد عبده هتلاقي نفسك برضو في المنطقه اللي قدامكم دلوقتي، وهتلاقي نفسك قدام بيت زينب خاتون، وزي ما بقول لكم بيت الهراوي وبيت العيني وبيت الست وسيلة. هتلاقي نفسك وسط البهجة والجمال، فرح ولادك وعيلتك وحبايبك وتبسط بليلة من ليالي رمضان. ولكن دايما بذكر بعد ما تؤدي فروض الصلاة والصوم وقراءة القرآن والدعاء، احنا ما زلنا في المحيط الخاص ببيت زينب خاتون، وانتقلنا منه ورجعنا تاني لشارع المشهد الحسيني. بقى عدى وقت كده وبدأ المكان يتملي بالناس اللي قاعدة عشان تبتدي ان هي تستعد ان هي تتسحر في المكان اللي احنا موجودين فيه. زي ما انتم شايفين في كافيه ومطعم حبايب الحسين موجود في شارع حسن العدا، وبنتمشى لسه في دروب ودهاليز حي الحسين. وطول ما انت في حي الحسين لازم تزور مسجد الحسين وخان الخليلي والجامع الازهر ومطعم العهد الجديد وكاله الغوري وقهوه الفيشاوي، وتدخل على شارع المعز وتزور بيت السحيمي وتستمتع بمصر واهلها الطيبين. ما زلنا بنتفرج كده على مجموعه كده، وزي ما انتم شايفين في مجموعه كبيره من المنتجات اللي بترضي جميع الاذواق وبترضي جميع الطبقات. زي ما بنقول تلاقي الالعاب الاطفال الرخيصه والعاب الاطفال الاغلى شويه والحاجات الاغلى والاغلى. الشارع ده مشهور بوجود مجموعه كبيره من المكتبات اللي بتبيع الكتب الدينيه، في رحاب مسجد الإمام الحسين وفي رحاب الجامع الأزهر. برضو يعني هتستمتع لو بتحب القراية، هتستمتع بشراء الكتب من المنطقة اللي احنا موجودين فيها. في مجموعة كده من المنتجات اللي بتميز شهر رمضان واللي موجودة في حي الحسين. ومش هنسى قبل ما انهي رحلتي نحن نتفرج على الراجل الرائع ده اللي يعني بينظف المكان بعد ليلة من الليالي اللي أضوها المصريين والأجانب في حي الحسين. نشكره جدا على الخدمة الكبيرة اللي بيقدمها للمصريين. رجعنا كده بقى على شارع الأزهر اتفرجنا عليه، وفي نهاية رحلتي حبيت ان اوريكم كده بقى شارع الغورية اللي هيوصلنا للدرب الأحمر عن طريق يعني من شارع الأزهر. هنتمشى بشكل قليل كده داخل شارع الغورية، اتفرج الشارع ده مليان بالمحلات اللي بتبيع الملابس وبتبيع الأحذية والشباشب، يعني على كل حاجة بصراحة بيبيع كل حاجة تقريبا في شارع الغورية. اتمشى كده في شارع الغورية وانتقل من حي الحسين على شارع تحت الربع على منطقة الدرب الأحمر الرائعة، واتفرج على معالم وملامح شهر رمضان وازاي المصريين بيقضوا ليلة من لياليهم. طبعا انا فعلا قدامنا دلوقتي بقى بوابة المتولي او باب زويلة المشهور جدا. ويعني عايز اقول لكم ان الباب ده كان ليه يعني علامات تاريخية، وهو ده الباب اللي اعدم قطز فيه رسل هولاكو التتاري. احنا بالفعل هنخرج بقى من باب زويلة كده على شارع تحت الربع، وقدامنا على طول شارع الخيامية اللي امتداده هو شارع المغربين اللي بيطلعنا على شارع القلعة او شارع محمد علي.
اتمنى ان رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، واحنا بنتفرج كده على شكل باب زويلة بننهي رحلتنا النهاردة اللي كانت في حي جميل جدا ومن اهم احياء مصر وهو حي الحسين. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير والمصريين والاجانب يتفرجوا على جمال وعظمة مصر. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.